إذن نبدأ عمر من آخر التصريحات والهجمات الكلامية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل. لدينا هذا العنوان من صحيفة معاريف: حالة تأهب في حق الكريش. وصحيفة هآرتس تضيف: على خلفية تهديدات نصر الله، الجيش الإسرائيلي عزز قوته حول منصة الحفر كريش. وإسرائيل اليوم تضيف: نصر الله يقامر ويخاطر بحرب لبنان ثالثة. وهذه العناوين تأتي نقلا عن ردود إسرائيلية على تصريحات نصر الله الأخيرة. صحيح. إذن الأمين العام لمنظمة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله كان في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية المقربة من خط الحزب، وأدلى بالعديد من التصريحات. أحدها كان تهديد مباشر لإسرائيل أن لبنان أو الحزب، أن حزب الله سيقوم بالرد ولن يعني يبقى مكتوف الأيدي إذا ما قامت إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كريش للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية. هذا يعني الحقل هو بحسب حزب الله هو منطقة متنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية فإنه يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، وهو بعيد عن المنطقة المتنازع أو المختلف عليها بين البلدين والتي تخضع لمفاوضات لترسيم الحدود البحرية. على كل حال فإن إسرائيل أخذت على محمل الجد تصريحات نصر الله، ومعاريف تقول حالة تأهب في كريش، وهآرتس تقول أن الجيش الإسرائيلي أو البحرية الإسرائيلية على وجه الخصوص قامت بتعزيز قواتها زوارقها حول تلك المنطقة. بيني غانتس وزير الأمن عقب على كلام نصر الله. صحيح. وأيضا يعني من الناحية العملية بشار، البحرية الإسرائيلية هي أيضا موجودة. صحيح. هناك في يعني بالقرب من حقل كريش، والزوارق الإسرائيلية الموجودة هناك وهي من طراز ساعر 6 بطبيعة الحال مزودة بمنظومات للدفاع الجوي، وهي التي تصدت عمليا وأسقطت واعترضت مسيرات استطلاعية قام حزب الله بإطلاقها قبل فترة على تلك المنطقة. وبطبيعة الحال فإن إسرائيل اليوم أيضا تنشر مقالا لعوديد جرانوت يقول به إن نصر الله يعني يقامر أو يغامر باندلاع حرب لبنان ثالثة ستدمره وستدمر لبنان، لأن إسرائيل لن تتهاون بأي اختراق لسيادتها. وأريد أن أشير إلى أن يعني عوديد جرانوت يقول في المقال، يشير إلى أمرين: الأول هو أن حزب الله بحسب وجهة نظره يعلم ويستغل يعني قلة خبرة القيادة السياسية الإسرائيلية متمثلة برئيس الحكومة لبيد، هذا أولا. وأيضا الفراغ العسكري على رأس قيادة الجيش الإسرائيلي، لأن قائد لا يوجد رئيس أركان بالطبع، هي انتهت ولايته ولم يتم تعيين خلفا له. أما النقطة الثانية التي يتطرق إليها جرانوت في مقاله هو أن حزب الله هو يقوم بتسخين الأجواء وتهديد إسرائيل والخوض كثيرا في قضية الغاز، ليس لشيء إلا لكي يبعد الانتقادات عنه الموجهة له. نعم. في سياق يعني الفشل الإداري والاقتصادي والأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية في بيروت. نعم. ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذه التصريحات التي أتت بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس حزب الله كانت قد حركت ملف ترسيم الحدود والحراك الأمريكي من أجل المضي قدما في رسم وفي حل ملف ترسيم الحدود. لدينا هنا صحيفة اللواء اللبنانية: ضيق مساحة المناورة يجعل زيارة هوكشتين إلى لبنان مفصلية. وصحيفة الأخبار: إسرائيل تظهر استعدادا لتنازل قبل أيلول. جيرسون بوست: هل نصر الله مستعد للمخاطرة بالحرب على منصة غاز كريش؟ ونذكر هنا أن كل الأطراف تتحدث عن موعد أيلول سبتمبر كحد أقصى، أو على الأقل حزب الله يشدد على أن ضرورة أن تكون هذه أو أن يكون هذا الموعد حد أقصى للتوصل إلى حل هذه المسألة. صحيح. أولا هوكشتين هو الوسيط الأمريكي المكلف بالوساطة بين يعني الغير مباشرة، المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هو سيزور المنطقة نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل آب أغسطس. واللواء اللبنانية تقول أن يعني تصلب كلا الطرفين بمواقفهما هي تضع يعني نهاية واحدة
لهذه الوساطة هي إما ترسيم الحدود أو الحرب. هذا الأمر تصفه صحيفة اللواء بضيق مساحة المناورة، وبطبيعة الحال فإنها تقول أو ترى أن هذا الأمر سيشجع الأطراف على حل الموضوع بشكل سريع. صحيفة الأخبار تقول إسرائيل تظهر استعدادا لتنازل. بطبيعة الحال الحكومة الإسرائيلية كانت دائما تردد هذا الأمر الذي تقوله الأخبار، أنها مستعدة لتقديم تنازل يؤدي إلى تسوية أو حل وسط مع لبنان لطي هذا الملف. وجيروزاليم بوست تتساءل، وهذا مقال رأي كتبته أن أهرنايم، تقول هل نصر الله مستعد للمخاطرة بالحرب على منصة غاز كريش؟ هي تقول أن حزب الله بطبيعة الحال لديه من الوسائل والإمكانيات لتهديد إسرائيل، ولكن الوضع الداخلي له لا يتيح له هذا الأمر، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة أن حزب الله لن يكون مستعدا لخوض مغامرة كهذه حسب كاتبة المقال. من التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى الأزمة الحاصلة بين روسيا وإسرائيل عمر، ونطلع هنا على العنوان الذي أبرقته صحيفة جيروسلم بوست: روسيا أطلقت النار على سلاح الجو الإسرائيلي فوق سوريا، هذا ما كشف عنه مؤخرا في حادثة جرت قبل شهرين. وصحيفة نهار: إسرائيل قلقة على مقاتلاتها فوق سوريا بعد التوتر مع روسيا، وكل هذا على خلفية الأزمة التي نشبت بسبب الجدل حول الوكالة اليهودية في روسيا، علما أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تؤكد أن التنسيق مع روسيا في سوريا جار على قدم وساق. بطبيعة الحال بشار، بشكل عام نتحدث عن هذا الملف، الكشف كان من قبل القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن روسيا قامت بالاعتراض أو إطلاق صواريخ على الطائرات الإسرائيلية التي قصفت في سوريا قبل شهرين، وإسرائيل لم تعلق على هذا التقرير من التلفزيون الإسرائيلي آنذاك. ولكن في المقابلة التي أجراها التلفزيون مع وزير الأمن غانتس، سئل حول هذا التقرير ومدى صحته، فأجاب غانتس بالتأكيد وقال نعم هذا الأمر كان، ولكنه أشدد على أن البطاريات الروسية S-300 الموجودة في سوريا والتي تشغل عبر الروس أنفسهم وليس عبر السوريين، قامت بإطلاق النار على الطائرات الإسرائيلية، ولكن هذا الأمر كان بعد أن ذهبت وغادرت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي، ولم تكن هناك بالطبع، ولم يسفر هذا الأمر عن أي أضرار أو إصابات، مشيرا إلى أن هذا الحادث وقع لمرة واحدة ولا ثانية لها، لم يتكرر. وبطبيعة الحال فإنه كما ذكرت بشار، التنسيق الروسي الإسرائيلي يجري بطبيعة الحال، ويجب علينا التشديد على أن التنسيق الإسرائيلي الروسي في سوريا هو ليس فقط لمصلحة إسرائيل بل أيضا لمصلحة روسيا، لأن من مصلحة إسرائيل أيضا تمتلك قدرات في سلاح الجو، قدرات عالية جدا، وتمتلك قوة قدرات استخباراتية في سوريا كبيرة جدا، ومن مصلحة روسيا أن يتم التنسيق بين الجيشين بطبيعة الحال، لأن قوة إسرائيل خصوصا مرة أخرى نقول على سلاح الجو والمخابرات هي قوية جدا، وبطبيعة الحال فإن التنسيق ما زال مستمرا.